احتضن قسم العلوم المالية والمحاسبة بجامعة 20 أوت 1955 بسكيكتا يوما دراسيا بعنوان الالتزام بمعايير الإيزو رهان المؤسسات الجزائرية بين آليات التطبيق والتحديات في حضور الأسرة الجامعية وممثلية بعض الشركات على غرار سوناتراك. هذا اليوم الدراسي تم بالشراكة مع شركة حجر السود الراعي الرسمي لليوم الدراسي. المزيد في الموضوع مع أحمد علي العوار. اليوم الدراسي اللي نظمه قسم العلوم المالية والمحاسبة بعنوان والموسوم بعنوان واقع الالتزام بمعايير الإيزو تحديات المؤسسات الجزائرية بين واقع التطبيق والتحديات هو في الحقيقة إجابة عن الكثير من التساؤلات اللي طرحتها بعض المؤسسات اللي يعني ماشية للتصدير خاصة في السوق الدولية. المؤسسات الجزائرية تواجه رهانات وكان موضوع عنوان اليوم الدراسي هو رهان المؤسسات الجزائرية لأن المؤسسات المقبلة على عملية التصدير يجب قبل كل شيء أن تصادق على منتجاتها أن تكون منتجاتها يعني توافق المعايير الإيزو يعني المعايير الجودة الدولية بالإضافة إلى أن يعني تصميم مصالح إدارة الجودة على مستوى المؤسسات كذلك يعتبر رهان خاصة وأن السلطات العليا في البلاد كانت يعني أصرت خلال هذه السنوات الأخيرة على يعني التركيز على الاقتصاد خارج المحروقات والخروج من دائرة التبعية للمحروقات يجب أن ينطلق كذلك يعني نمشي إلى عملية التصدير وعملية التصدير كذلك تفرض على المؤسسات أنها تتبنى هذه المعايير لمنتجاتها يعني الخدمات تاعها أو المسارات على مستوى المؤسسات. الدور تاع هذا اليوم الدراسي يعني كانوا جاونا الممثلين عن مؤسسات كانت فيها يعني مصالح الجودة الأسرة الجامعية لفتح باب النقاش ونتمنى أن يكون هذا أن يسفر هذا اليوم الدراسي عن التوصيات كفيلة بدعم جهود المؤسسات في تبني نظم إدارة الجودة والتدقيق في الجودة. شركة كوكاكولا. سا سي ان افونتاج كو بور لونتربريز اي بور لونيفرسيتي.